نفس زي قانون الطلاب برضو ده، احنا شغالين في قانون تنظيم الجامعات بالموازية فيه. احنا قلنا ان لو هيبقى البنود المعدلة فيه ليست بالبنود الكتيرة يعني ما تعددش 50-60%، سوف يتم التطرق الى البنود والفقرات اللي احنا عايزين نعدلها جدا بعد بالتوافق برضو مع كل اعضاء التدريس، بالتوافق مع كل رؤساء الجامعات في مجلس اعلى الجامعات، وده احنا اشتغلنا فيه. يعني برضو انا مش بنسب الكلام ده لنفسي، احنا انا جيت لقيت اللجان دي خلصانة وشغالة بشكل رائع جدا، وفي طريقنا ان احنا في خلال الفترات اللي جايه دي نتفق على البنود دي علشان نقدر ان احنا نخلص القانون والتشريع بتاعه ونقدر لسه يعني لسه هذا الملف يعني لم اقراه بشكل كافي حتى يمكن ان ارد لك عليه، لان طبعا التعليم المفتوح حاجه مهمه جدا للدوله، ولكن في بيساء استخدامها في حتت كتير قوي، لان طبعا انت عارف ان بيخش بيبقى باب خلفي للدخول بعض الطلاب، وبعدين بيطلعوا بعد كده عايزين يكملوا دراستهم، وعايزين نطمئن ان المنظومه كلها بتاعه التعليم المفتوح مهمه بالنسبه